تخليداً لذكرى فتح مدينة إسطنبول القسطنطينية سابقاً على يد السلطان محمد الفاتح، جسدت هذه الملحمة التاريخية بمتحف اسمه المتحف التاريخي البانورامي عام 1453، والذي يعد أحد أكثر متاحف إسطنبول أهمية وشعبية بين جموع الزوار المحليين والسياح العرب والأجانب. افتتح المتحف عام 2009 في منطقة توبكابي التي كانت تعد موقعاً تم تحصينه لحماية السلطان محمد الفاتح. ويستعرض المتحف أحداث معركة فتح القسطنطينية برسومات ثلاثية الأبعاد مع تأثيرات تكنولوجية صوتية حديثة ومتطورة تشعرك وكأنك في قلب المعركة ومع مقاتليها، إلى جانب تقنيات الصوت والإضاءة والجداريات البانورامية الضخمة التي تصور تفاصيل معركة الفتح العثماني للقسطنطينية وتخليصها من يد الجيوش البيزنطية عندما دخل الجيش العثماني البالغ عدده 80,000 مقاتل بقيادة السلطان محمد الفاتح. ويتكون المتحف من 3 طوابق، أولها طابق القبة العلوية وهي قبة دائرية الشكل منقوش عليها معركة فتح المدينة، ويرافق ذلك مؤثرات صوتية مثيرة لطلقات المدافع وطبول الحرب وصهيل الخيول وصيحات الجنود. وأمام كل جزء من الرسم تم وضع أسلحة وأدوات أثرية حقيقية والتي قد استخدمت بالفعل في المعركة، ومن أبرزها المدفع العملاق الذي طوره واستخدمه المسلمون لفتح المدينة، بالإضافة إلى أجزاء متبقية من أبراج الاقتحام. أما في الطابق الثاني فيحوي معرضاً للصور وللوحات والخرائط التي تجسد المعركة وتشرحها بكل التفاصيل، وبجانب كل صورة يوجد شرح كامل عن تاريخها وأسماء الشخصيات المتواجدة فيها. كما يتوفر في المتحف مرشد صوتي يدعم اللغة العربية يمكن الاستعانة به لسماع الشرح المفصل عن كل ما تريد معرفته حول فتح القسطنطينية. وهناك قبو في أسفل المتحف يعرض فيه مجموعة من وسائل الشرح الحديثة كالشاشة التلفزيونية والسينمائية التي تشرح عن تاريخ المعركة شرحا وافيا، والشرح مكتوب باللغة التركية ولكنه مدعوم بترجمة صوتية يتوفر بعدة لغات. لذا ننصحكم بزيارة هذا المتحف الجميل في مدينة إسطنبول.